طاقم قناة ليبيا الرياضية اللي واجه العديد من المتاعب يتواجد اليوم طبعا لمؤازرة المنتخب الليبي وهدف للمنتخب المغربي هدف لمصلحة المنتخب المغربي في الدقيقة العاشرة عن طريق هشام خلوة تابع الإعادة تابع الإعادة مثل هذه المساحات صلح الخطأ معقول الكرة عالية فاتجاه حمد المصري مؤيد الله في بالراس تتاي لحمد المصري الآن حمدو 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 هدف هدف للمنتخب الليبي هدف واحد 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 بين المنتخب الليبي والمنتخب المغربي يتابع الإعادة رأسية مؤيد اللافي حمد المصري بين قلبي الدفاع يتوغل والقدم اليمنى تعطي الأسبقية أو 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني هدف لهدف بين المنتخب الوطني للشباب والمنتخب المغربي أيمن الحسوني أيمن الحسوني حاول مراوغة يلعب كورة وتبعت في مرولة والهدف الثاني للمنتخب المغربي الهدف أيمن الحسوني يلعب الكرة بالعرض تدخل في مرولة لعبد الجواد رزق و عبد الرحيم أو عبد العزيز نصر كرات لا تنقل في مثل هذه الأماكن عذاري فرصة هدف ثالث للمنتخب المغربي المنتخب المغربي ثالث هدف المنتخب المغربي عن طريق آدم نفاتي ثلاثة أهداف مقابل هدف تابعوا الإعادة آدم نفاتي وهذه إعادة